بسم الله الله ولي التوفيق. هاد الباك شحال اللي كاين كيسولونا عليها، لي باك هما جوج، هذاك الشيء متنوع وزوين بزاف ولوينات ديال الرئه. واللي بغيت نقول لكم، اللي مرتاحش لشي لون ديال شي لبسه بغات تغيرو، راه بامكانها باش نغيروه ليها ونديرو ليها اللون اللي بغات، حيت التيول ترونسبارون ديما كيتبع القفطان. هذا الباك رقم واحد، هانتوما كتشوفوا هادشي اللي فيه، يعني كاين اللي كيكون فيه ثلاثه البياسات اربعه البياسات. وبالنسبه للقفطان، راه قفطان انا كل حاجه كنركز لكم عليه، القفطان راه قفطان بروكر، ما تسمعيش بروكر يعني راه وقف بروكر لا ميدوس، يعني نازل طايح خفيف. شوف بحال دابا هذه درت مع هذه الخزامي، هذه بغيتي ديري الباج راه بامكانك باش تغيريه، يعني كيبقى اللي بغيت نقول القفطان ما مفروضش عليك، تقدري ديري اللون اللي بغيتي انت واللي ارتحيتي ليه. شوف عاوتاني هذا البوردو، هذه بالصفر ورا الحاشيه، هي كاينه الحاشيه عاوتاني في الدونتيل، يعني كاين الحاشيه في الجويه بجوج، يعني كتكون خارجه في راس الكم وفي الجلال وفي ليمونش، يعني كنقولوا في نص طوق يعني حتى في الرقبه. هذا هو البروكار لامي بالقفطان ديالو، حتى هو كذلك حرير نازل، يعني كيدار دو بيس، بغيتي ديري دو بيس، بغيتي ديري بياس وحده، راه ما كيبينش بامكانك باش تلبسي بياسه وحده. هذا حتى هو كذلك كيف كتشوفوا معايا الباك، هذا الباك رقم 3 اللي غيدير دابا. ها هو كيف كتشوف معايا هذه كذلك، راه لبسه تول اللي كيسول على النوعيه ديال التوب، التوب راه تول مخدوم برودي فلاور طروادي. هذا قفطان بروكار لامي بلاصوا ديالو، اما البياسات كل حاجه كنسرحها لكم بوحده، وفي الاخير كنسرح لكم مجموعه ديال لاسوان بخيمي اللي كنا دايرين لها 350 درهم، هي الجلابه ديالها كراب دو سوا. واللي بغى تغير اللون راه بامكانه باش تغير اللون. هذا هما الباك اللي جمعت لك. شوف معايا عاوتاني الباك رقم 4، هذه راه بيضاء ودرت ليها هذا اللون، تقدر ديري لون اخر، كيجي مع التيركواز، كيجي مع السيال، كيجي مع بلوناج، كيجي مع السومو، كيجي مع الغوز، كيجي مع بزاف اللوينات اللي كيخرجوا لكم مع ديك بلون كاسي. هذه عاوتاني هذا ليزستراس كراب ليزستراس، وهذيك راه لاسوان بخيمي، بامكانك باش تلبس هذيك جليليبو، الاخرى تي كذلك ديرها جليليبو وتزيد عليها الثليجه تي كذلك، بامكانك باش تبرزي بها حتى البرزه اللي بغيتي تحضر هذاك القفطان وديري لها الفير رويال، يعني خضر ملكي تولي صالحه كذلك للحنه. شوفوا معايا الباك رقم 5 عاوتاني، ها هو تو زوين بلون كاسي، وفي هذوك الوريضات غوز فلاور، وفيه الحاشيه اللي انتبهتي راه فيها الحاشيه في الجن، يعني راه بامكانها باش تجي صاري وكذلك وتجي تا ايفازي. وهذه جليليبه اللي درت الكريب ودرت مع داك لاسوا تو، يعني بغيتي تلبسي جليليبه بوحديتها وتلبسي ليزستراس بوحديتها ممكن، وكتزيدي عليهم الثلجات هي كيف كتشوف معايا، راها بالبلوروا الارضيه ديالها راه كري ومخدومه بالدوغي، يعني كارتي تخدمها بالكارتي، تخدم غير بالنص الزايري تي راه كتجي زوينه. شوفوا معايا الباك رقم 6، هذه عاوتاني راه السيال اللي كنقولوا سيال مغلوقه غادي للتيركوا، ودرت لها داك بلون كاسي باش نفتحها باش يخرجوا داك الورادي اللي كاينين في الفلاور، تبان الزواق المهم ويبان داك الديزاين كيفاش داير. واللي بغيتي ديري لها اللون في اللون راه كديري كذلك اللون في اللون، هادشي كيمشي على بالنسبه للقفطان والجلابه وكذلك حتى التكشيطه. معلك انت غير تشوفي الباك اللي راه اللي بغيتي الرقم واحد ولا رقم جوج، يعني كتاخذ رقم من هذوك الارقام ونرومو لك على دوك ونكون قادو لك داكشي اللي بغيتي. الثمن ديالو راه داير 1900 درهم بهذه المناسبه، كيف كدوا دابا ماشي مناسبه ولا هذه المصيبه هذه لهذا الوباء هذا اللي سلطوا علينا، الله الله يجعل ربي يرفع علينا كاملين. كاين تخفيض، كاين بنادم كيخاف من الركود، شحال ديال الحوايج يعني بحال اللي كنقولوا حنا باختصار المفيد، بحال اللي كنبدلوا السلعه بالفلوس، هادشي هو اللي وصلنا ليه دابا، كاينه سلعه فلوس ما كاين لا عراس لا والو. كنطلبوا الله يدير الفرج باش كلشي يخدم وكلشي يستافد وتمشي الامور كيف تعودنا عليها. هذه عاوتاني راه الدوري بهذا الفير رويال كذلك، بغيتي ديري الدوري في الدوري كديري الدوري في الدوري، بغيتي تخليها بالفير رويال جات زوينه بالنسبه للعروسه، راه صالحه لها كذلك للحنه، صالحه لها للعشاء، صالحه لها للدخله، يعني راه لبسه زوينه شاعله. وهذه راه جليبه دو بيس اللي محطوطه في لاسوا جوهرات هي كذلك، وراه دو بيس قدرت تلبسي تحتاني بوحديتو جلابه تستغلي، والفوقاني تا هو كذلك تستغلي جلابه. ها البياسات اللي عطا الله فيها هما هادو، يعني جليبه دو بياس والقفيطين واللبسه. وشوفوا هاد الباك اوت، يعني هاد الزواقه ديالنا هادي ديالنا حنا، يعني ما كايناش في شي بلاصه ما تلقاهاش، يعني الخدمه ديالنا حنا اللي طرزنا وحنا اللي نبتنا وحنا اللي فكرنا. هذا عاوتاني البروكار اللي قلت لك هو لامي، درت مع داك الفيغ، وتقدري ديري حتى شي لوين اخر بالنسبه للدوبلور باش نشوف حاجه اخرى عاوتاني نهضر عليها. اللي اختي القفطه اللي ما ارتحيتيش ليه ولا اللون اللي ما ارتحيتيش ليه بامكاننا باش نغيرو لك، خاصو غير يكون، ولا ما كانش عاوتاني نقترحوا لك حاجه اخرى. راه غنخليو الارقام في صندوق الوصف، يعني ديال الدراري والدريات تماك، تاخذي رقم من دوك الارقام وتشرطي عليه كيف ما بغيتي، ويصايب لك اللون اللي بغيتي وتختاري الباك اللي عجبك يخدم لك عليه. هذه راه تليجه عاوتاني راه زوينه في لا طومبي كيف كتشوف معايا، راه طايحه. هذه عاوتاني راه كريب دو سوب دونتيل اللي كاينه فيه كذلك تا هو الحاشيه، يعني تي كتجي جليبه دو بياس بجوج ديال الحضره ديال الخرجه ديال العروسه. شوفوا رقم، شوف معايا عاوتاني الباك رقم 11،
هذه سياره حلوه بزاف يعني شيك. الناس اللي كيبغوا الوينات باردين طافين ما كتبغيش شي حاجه كدرتي كيف كنقول حنا ما كتبغيش شي حاجه شاعله، راه كتمشي بحال هاد الوينات هادو. كاين اللي كتبغي الوينات فلاشي وكاين اللي كتبغي الوينات باستيل. الوينات راه حنا ما عندناش فيهم مشكل يعني ما كنختلفوش، الناس اذواق. اللون اللي مرتاح حتى لي راه كنغيروه لك. الثمن ديال هاد الباك راه داير 1900 درهم، يعني ما عمرنا درنا شي باك ب 1900 درهم، يعني هذا راه دليل القطع بان مر الوقت راه الله يصوب صافي ما كاين ما يدار كيف كنقولوا حنا، وكنبدلوا السلعه بفلوس. هذا هو اللي كاين، وكنتعاونوا مع الكليان ديالنا. كاين واحد النوع من الكليان ديالنا كيقول كيدير لنا شي حاجه تكون في المتناول ديال الناس البسطاء والناس الفقراء، حنا كاع فقراء تحت ارض الله، يعني راه على قد الحال ومزيان. يعني الثمن ديال اللبسه كتاخذي به ثلاثه البياسات ولا اربعه البياسات، يعني كتاخذي به الشغل ديال العرس ديالك يعني ديال العروسه كامله، ما كتخصها حتى شي بياسه من جلابه ومن القطان ومن التكشاطه. يعني واجد شكون اللي خاصك اختي هنا، خاصك غير الضروب. والله يجعل كل شيء مبارك مسعود، والله يكمل بالخير. ونشوفوا الباك رقم 13. باك رقم 13 درت لي هذا اللون عاوتاني، هذا اللون توا راه زوين وراك عارفين توا من ضمن الالوان المطلوبه حاليا. ما بغيتيش هذاك عاوتاني راه كتغيري وكدير الزاجي ولا كديري السيال كيمشيو لك مع هذا. وهذا عاوتاني راه كيف قلت لك البروكار اللي غزال وغزال بزاف، بغيتكم نتوما تكتشفوه، يعني راه قليل ومازال حتى شي واحد ما عارفو كيف كنقولوا حنا مغفول، حنا خدامين به. ها الباك ديالك عاوتاني، غادي نقول لك عاوتاني 1900 درهم. بالنسبه اللي كاين هنا في كازا راه كيتزاد عليه والو، كتزاد عليه غير 30 درهم ديال لا ليفريزون، يعني كتولي 1930. واللي خارج كازا راه 60 درهم ديال الامانه لا ليفريزون، وديك 60 درهم عاوتاني راه ما كناخذوهاش حنا، باش تكون في العلم ديالكم بان مرة الامانه هي اللي كتخلص في شغلها حتى هي كذلك، حتى هي كتبغي تخلص يعني كتليفري لك واحد الشغل حتى هي خاصها اللي غادي يخلصها، يعني هو 60 درهم ديال الامانه. اللي بغى يعرفنا فين كاينين، حنا كاينين في حي الحسني شارع افغانستان البرانس، يعني الدار البيضاء كازا، حنا كاينين في كازا. هذا باك اخر عاوتاني هو بصح بالصحه والراحه اللي خذاته تو الله يدخلوا عليه مبارك مسعود. نشوف الباك رقم 15. هذه ايفازي لبسه ايفازي كذلك، راه كلشي اللي كنوريكم دابا الاكثريه ديالو راه مخدوه في التيل. بحال هذا راه بروكار لامي كنقولوا حنا نازل، ماشي داك البروكار اللي هو واقف وخشين نازل فيه لا طومبي، يعني كيتبع لا كور. هذه راه تليجه عاوتاني كنا دايرين لها 900 درهم. شوفوا معايا شنو كندير، شوفوا شنو كندير، يعني راه كاين ريسك وكاين دعم وكاين الصبر وكلشي الشيء راه كاين هنايا، يعني باش ترضاو علينا وننقزوا الباك رقم 16. هذه هي كذلك تيرا فيها السلته بالجناب، بغيتي ديري لها داك القصيبه راه ديري لها القصيبي، كنتي كتزعمي تاتي في اللون وتخلي لها هذا اللون عاوتاني راه جات حاجه متميزه ما كايناش. نقدروا نديروا لون اخر، هذا الصفر عاوتاني بهذا السيال تاهو راه كيجي زون. بغيتي ديري الصفر لون في اللون، بغيتي ديري جون موطارد اللي عجبك، بغيتي ديري حتى شي لون اخر، عطى الله اللونات اللي مقترح على اختي. هذه عاوتاني كذلك كيف كتشوف معايا راه تليجه تا هي جليلي بدو بياس وتكاشيطه تليجه وبالصحة والراحة، والثمن 1900 درهم، يعني قربنا نساليو 17، بقاو ثلاثة ديال لي باك. هذه تاهي كذلك راه درت ليها هاد اللون هذا، بغيتي تغيري لون الطفيه راك طفيه، بغيتي تشعليها بإمكانك باش تشعليها. المهم بالنسبة للقفطان ما نبقاش نهضر لكم عليه، راه ندير لختي القفطان اللي بغات. الثمن 1900 درهم، الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. واللي استفدت حتى هي ما فيها باس تبارطاجي مع صاحبتها حتى هي كذلك باش هي تستافد، ماشي غير حنا نستافدو كلشي يستافد، تستافدي انت وتستافد صاحبتك وصاحبتك تستافد صاحبتها وحنا نستافدو ويستافدو الجميع. يعني هذا هو مادام حنا كنا مجموعين راه ديما كنكونوا قويين، ولا كنا كل واحد بوحدو يعني راه كل كيشوف غير مصلحته، وهذيك الساعه راه حاجه اخرى. ما خصناش نكونوا بحال هكذا، كنتعاونوا جميع، انتم تعاونوا معنا وحنا نتعاونوا معكم وانتم تعاونوا مع صحاباتكم، يعني كلشي كيف كنقولوا حنا استافد. الثمن 1900 درهم، راه 1900 درهم ما تجيبش لك تكشيطه، حنا عاطينك باك ب 1900 درهم. هادشي كلشي كدير فيه رميسة بالثقة في النفس وبالشجاعة وبالدعم ديالكم نتوما، وكنقلعوا بالقليل. ولهذا حنا مستمرين وديما رافعين الراس الفوق و19 وباقي باك رقم 20 هو الأخير. الأخر مولا مدخر، شوف عاوتاني على هذا كيفاش دايره دوري. مبرا لاسوا رازي عبار كبير 3 متر وعلى متر ونص، صالحه للطرز وصالحه للتنبات، وتا هي كذلك هذا الفير هذا تحني فيه. زيدي كتجلي لي عاوتاني وكنقول لك بالصحه والراحه لاله، الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. المحل كاين في حي الحسني شارع افغانستان الدار البيضاء كازابلانكا، باك زوين ونقي ومتميز بزاف، يعني وما نظنش كاين شي واحد عنده الجرأه هذه باش يخدم بهاد الالوان هادو. هذا الشيء اللي كنقول لكم، انا تيق في راسي وتيق في راسي بزاف، وديما التشجيعات ديالكم هي اللي كتخليني نتيق في راسي اكثر 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 اكثر، وديما الافضل كيرجع لكم. شكرا لكم بزاف بزاف، اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه واللي احتاجت شي دعم ولا شي مسانده مرحبا، حنا ما عندناش مشكل، كنبغيو الخير لكل شيء لينا ولجميع امه محمد. الله يسخر لكل واحد والله يجعل كل شيء مبارك مسعود.